المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم هو ختام بطولة زايد الرياضية 2024. كنا معكم في مدى أسبوعين من التنافس المثير وسط أجواء رياضية عائلية رمضانية رائعة، وشاهدنا كيف تنافست فرق الرجال والسيدات والبراعم في كرة القدم، وكيف تنافس الأبطال في الملاكمة والبادل والكرة الحديدية والشطرنج والسباحة في أكبر تجمع وملتقى رياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة. دعونا نتابع معكم تفاصيل اليوم الختامي للنسخة 27 من بطولة الزايد الرياضية. يا مرحب الساعة. متواجدين لحضور بطولات زايد رمضانية النهائيات، وإحنا بصراحة سعيدين ومستمتعين في هذا الحدث الرمضاني السنوي، وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية. My name is Judy. This tournament was important for me and it was very fun because I got the opportunity to play and compete with swimmers and earn medals and trophies, and it's challenging while competing with your friends, but it's a really fun tournament to do and to earn medals and trophies. My name is Adam Ali. I'm 11 years old. I have won a total of around 60 medals, 9 of which I won with Zayed competitions, and one trophy as well I won with it, and another one I won in Egypt. I'm proud that I swam with Zayed competition, and I was entered in with my two coaches, Coach Roger mainly, and I was in fourth lane. I like going to Zayed competitions because it helps me to compete and talk and socialize with new people that I haven't met from before. Hi, my name is Jada Ali. I am 9 years old and I swim in Fourth Lane Swimming Academy, and I have 31 medals overall, and in Zayed sports competitions I have 8 medals. And Zayed sports competitions are really important to me because I love to get like the medals, and it's really I really like to participate in competitions. We'll be right back.
طبعا في البداية حابب أشكر كل المنظمين والمتواجدين من جمهور في الحفل الختامي للبطولة، ويعني خاصة اختياري كمغني النشيد الوطني في حفل الختام بصراحة يعني للكثير، وحاولت أقدمه بكل ما أملك من قدرة صوتية نفس ما يقولون يعني. الحمد لله مثل ما شفت اليوم هو افتتاح هو ختامي هو فرح وحزن، واليوم ما في خسران عندنا، الكل متوج الكل مستانس الكل فرحان لوصول المباراة هذه، فريقين من أقدم الفرق عندنا، فريقين من الأقوى اللي وصلوا للمباراة النهائية، ما ودنا نودع البطولة هذه، ما ودنا نختمها، ودنا اليوم تبدأ، لكن الحمد لله بطولة جتنا بخيرها وبنخلص منها بخيرها، بنشتغل في البطولة الجاية إن شاء الله. سعيد بالبطولة هذه صراحة، هذا النهائي شدني من خلال تغطيتكم بأبوظبي الرياضية، في نفس الوقت الأجواء الجميلة هذه في رمضان، ولي مصلحة أمانة جاي أشوف بعض اللاعبين، وأمانة الأجواء هذه في أبوظبي خاصة السنوات السنتين الأخيرات بدأت تزيد وافتقدناها من أيام كورونا، وحين رجعت تزيد بشكل أكبر وبشكل منظم نفس البطولة اللي نحن فيها بطولة زايد، وحتى في بطولة كأس الشيخ منصور، وفي أكثر عن بطولة أبوظبي ما شاء الله على مستوى رائع ومش غريب على أبوظبي. يعني من خبرتي وعلاقتي مع اللاعبين، أغلب اللاعبين اللي أنت تشوفينهم جايين يبحثون عن فرصة، وللأمانة عدد منهم، ما بقولش عدد كبير لكن في عدد معقول لقوا فرصة أمانة، يلعبون حاليا يمكن في أكثر عن نادي، ما في نادي الجزيرة، وفي في نادي في خورفكان، في أكثر عن نادي من نفس النوعية اللي أنت شايفتها، وجدوا فرصة، في النهاية هي حظوظ وفرص مثل ما تقولين، كلامك صحيح أن الأولاد الشباب هذول جايين يبحثون عن فرصة، وفي بعضهم توفق وفي النهاية توافيج. أول شيء نشكر إدارة البطولة جميلة جداً،
أكثر من سنة منظمة بطريقة معينة وجميلة. بخصوص الامبورتنت للبطولة هاي، البطولة طبعا تجمع الناس، بالذات نحن عندنا فريقنا مشارك في النهائي، المباراة النهائية ماشين كويس، بإذن الله يعملون حاجة في البطولة إن شاء الله في المباراة النهائية.
أكيد أكيد دعم كبير للشباب ويشكر عليه، وهو إفراغ للطاقات وإشغال وقتهم في أمور مفيدة لهم واستمتاع لهم، حيث احنا استمتعنا كلنا في المكان، استمتعنا بالبطولة، وشكر لجميع الأخوة المساهمين والداعمين للشباب ومجداتهم. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز. تاني حاجة نشكر اللجنة المنظمة، بطولة زايد من أقوى البطولات في أبو ظبي، وبنحمد ربنا الحمد لله على البطولة والمركز الأول، والحمد لله الحمد لله. هل توقعتوا هذا الفوز في هذه البطولة؟ والله يعني من أول ماتش لينا وإحنا مركزين، وهدفنا هدف واحد إن إحنا ناخد الكاس، والحمد لله ربنا كرمنا وكلل تعبنا إن إحنا خدنا البطولة الحمد لله. شو قدمت لكم بطولة زايد الرياضية؟ والله بطولة زايد يعني من أول البطولة تنظيم كويس، مواعيد، حكام، دكاترة، طبعا جوائز مالية، الميداليات، كل حاجة الحمد لله يعني على أعلى مستوى الحمد لله. نشكر المنظمين البطولة على المستوى ده، وبنحمد ربنا على الكاس الحمد لله. بطولة منظمة على مستوى عالي من المنافسة، بطولة جميلة في كل تفاصيلها، والحمد لله ربنا وفقنا بمجهود اللعيبة والجهاز الفني والجمهور السوداني وقف معنا. وأول شيء نشكر التنظيم للدورة، وشابه ما قصروا لحد ما وصلنا النهائي، والحمد لله يا أخي في النهاية شلنا الكاس وفرحنا جماهير تبعنا وجماهير السودانية. Yeah!
شاركنا في البطوله الماضيه وجينا المركز الثالث، وهدفنا هالموسم كان المركز الاول، والحمد لله زي ما وعدنا الشباب توفقنا باذن الله، والسنه الجايه حقنا بعد ان شاء الله باذن الله. نعم نعم، فتحت لنا فرص كبيره وتنظيم جيد جدا والله، ما شكر كل الشكر للاداره. الحمد لله الحمد لله، جينا الحمد لله من بدايه الدوره انه نشيل الكاس، والحمد لله شلنا الكاس واحسن ناس الحمد لله. الله يشكركم، وما قصرتوا معنا كلكم، من كل المسؤولين على البطوله، كل المشرف على البطوله ما قصروا معانا والله الحمد لله. وفي ختام بطولة زايد الرياضية نلقاكم إن شاء الله السنة القادمة في بطولة أخرى. إلى اللقاء وفي أمان الله.